ان شاء الله يعني اللي قاعد يقولون كذي مو مصدقه، ممكن هم شفت الدفاشه متزوجين او مو معيلين ان شاء الله يا رب بالها قاع الله يرزقهم طاق على ظهرك امين يا رب ويحسون فيني وبعدين يقولون اي والله احنا كنا نقول حق دكتوره خلود شنو انت مو مصدقه فعلا احساس وايد